السؤال الثالث يقول: أسمع كثيرا من الأئمة وخاصة المتمسكين منهم بالمذهب الشافعي لهم دعاء راتب بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، فهل لهذا الدعاء في هذا الوقت أصل في السنة؟ نعم، هو كما ذكرت أن الشافعية يقنتون في صلاة الفجر بعد قيامهم من الركوع الركعة الثانية، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور لا يرون القنوت في صلاة الفجر، وإنما يرون القنوت في الصلوات المفروضة عند النوازل. إذا حصل بالمسلمين نازلة فإنهم كانوا يقنتون ويرون القنوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت في النوازل. أما في غير النوازل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه داوم على القنوت في صلاة الفجر، بل اعتبره بعض الصحابة مبتدعا ومحدثا لما سئل عنه، فقال إنه أمر محدث. وهذا دليل على أن القنوت وملازمة القنوت في صلاة الفجر أنه بدعة، أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنته أنه يقنت في الفرائض عند النوازل فقط. نعم.